السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تنزيل الملفات المحملة على التورنت وطريقة تنزيل الملفات من خلال روابط التورنت. فكلنا نعلم أن أبل منعت أي تطبيق في الأب ستور له علاقة بالتورنت وقامت بحذفهم جميعا، ولكن إذا كان لديك جيل بريك فيمكنك تنزيل تطبيق اي ترانسميسن من السيديا، بعد ذلك ستتمكن من تنزيل ملفات التورنت من خلال هذا التطبيق بشكل سريع وسهل. أما إذا لم يكن لديك جيل بريك فستتابع معي هذه الحلقة وهذا الفيديو حتى نتمكن من تنزيل روابط التورنت من غير جيل بريك وبدون جيل بريك بشكل يعني سهل جدا من خلال تطبيق موجود في الأب ستور، تطبيق تنزيل هو في الأساس، ولكننا سنستطيع استعماله في تنزيل روابط التورنت بطريقة سهلة جدا، فلن تحتاج إلى جيل بريك بعد اليوم وتستطيع تنزيل ملفات التورنت، فيديوهات، أفلام وغير ذلك. لا تتابع كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة. إذا المشاهد الكريم ما يلزمك فقط هو تطبيق داونلودز، هذا هو التطبيق، قم بتحميله بالبحث عنه في الأب ستور أو بتنزيله من خلال الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد تنزيل تطبيق داونلودز ستقوم بالدخول إليه هكذا، هنا ستجد الواجهة التابعة للتطبيق، لا تقوم بأي شيء، فقط بالدخول إلى موقع m.zbigz.com، هنا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم تقوم بالدخول إلى هذا الموقع بهذه الطريقة. بعد فتح هذا الموقع ستنتقل إلى متصفح سفاري وتقوم بنسخ رابط ملف التورنت لأي ملف تريده. على سبيل المثال، لأن هنا أنا غير مستهدف ملف معين أريد تنزيله، ولكنني سأقوم بالتجربة على أي ملف من خلال هذا الموقع الشهير الخاص بتنزيل التورنت. سأختار على سبيل المثال أي ملف من هذه القائمة، هنا يكون حجمه صغير نوعا ما. على سبيل المثال سأختار هذا الملف، حجمه 92 ميجا بايت أظن، فيديو، نعم فيديو. بعد ذلك وبعد الدخول إلى الملف أضغط على داونلود تورنت. طبعا هذا الشرح يعني على سبيل المثال، طبعا أدخل إلى هذا الموقع أو أي موقع آخر، إذا كان لديك رابط آخر أو موقع آخر يمكنك تطبيق نفس الطريقة. المهم أن تصل إلى رابط الملف. هنا وصلت إلى رابط الملف، أقوم بأخذ الرابط كوبي، طبعا إذا كان لديك جيل بريك وقمت بتنزيل تطبيق اي ترانسميسن هنا يمكنك فتحه مباشرة في التطبيق من خلال هذه الخانة، يسهل عليك العملية، ولكن هنا الشرح للذين ليس لديهم جيل بريك. الآن بعد قمت بنسخ رابط الملف مهما كان نوعه من أي موقع، المهم أن تصل إلى رابط ملف التورنت كما قلت لكم، تضغط أو تدخل إلى تطبيق الداونلودز وإلى الموقع الذي أريتكم إياه وتقوم بلصق الرابط في هذه المنطقة في هذه الجهة طبعا وتضغط على جو. الآن بعد الدخول إلى الملف ستجد أنه قد يعني جاري تنزيله بالفعل، هنا 92 ميجا بايت جاري تنزيله، يصل 0% إلى حد الآن، جاري التحميل كما ترى أمامك 7%، تنتظره حتى يعني يصل إلى 100%. وصل إلى 100% مشاهدي الكريم. عند الانتهاء من التحميل ستجد أن الأيقونة قد تغيرت وظهرت لك أيقونة التنزيل، هنا مربع أزرق به سهم الداونلود باللون الأبيض، ستقوم بالضغط عليه هكذا بهذا الشكل، بعد ذلك تظهر لك هذه الخانة found media، أي وجد ملف ميديا بصيغة mp4 كما ترى أمامك، ستضغط على download. هنا إعلانات لا تكترث لهم. بعد ذلك ستجد أن الملف جري تنزيله بعد أن بيطاق لك خانة الداونلودز، هنا جري التنزيل بالفعل، تنتظره حتى يكتمل من التحميل. إذن كما ترى مشاهدي الكريم الآن اكتمل التحميل، الآن يمكنك مشاهدته من خلال التطبيق نفسه بالضغط عليه وتشغيله. يمكنك أيضا الانتقال إلى أيقونة الفايلز أو الملفات، ستجد أن الملف قد تم تحميله بالفعل، هنا يمكنك نقله حتى إلى ألبوم الكاميرا بالضغط على Open In، بعد ذلك Save Video، الآن تم حفظه في ألبوم الكاميرا، يمكنك مشاهدته من خلال الصور أو من خلال هذا التطبيق، يعني الملف قد تم تحميله على هاتفك الآيفون بنجاح. الآن انتقل إلى ألبوم الكاميرا وأحاول تشغيل الفيديو الذي قمت بنسخه.
إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة وهذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاءً إذا عجبتك هذه الحلقة لا تنسوا عليه بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب أو اشترك يظهر الآن أسفل الفيديو عليه، قم بالنقر عليه للتوصل بجديد حلقات الشبه اليومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنس كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. إذا كان لديك أي استفسار أو أي سؤال يمكنك طرحه عليه في البث المباشر على مدار الأسبوع كل يوم، أساساً أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ولكن إذا لم يكن لدي شيء في الأيام الأخرى يمكنني القيام ببث مباشر الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت ليبيا، 10 بتوقيت مكة المكرمة. يمكنك يعني المرور إلى البث المباشر من خلال الرابط الذي يظهر الآن أسفل الفيديو، كذلك سوف تجده في الديسكريبشن أسفل الفيديو، قم بالدخول إليه. 7 تماما بتوقيت غرينتش اليوم أيضا سيكون هنالك بث مباشر. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله وفي بث مباشر جديد بإذن الله. إلى اللقاء.